بسم الله والحمد لله والله أكبر. ننتقل إلى الآية الثانية. قيل ادخلوا أبواب جهنم كل مرعب. صفي فرودو. قيل أي من طرف الملائكة 19. قيل ادخلوا عليه السلام. قيل ادخلوا أبواب جهنم. مش باب بركة يا فلان، انت دايما عندك باب تمشي له تاخذ المال الحرام، اما جهنم عندك ابواب تستلم، ما تعرفش روحك من اي ابواب تدخل اليها وتعاني حرها وتلاقي البأس الذي ما كان في اثمانك الى ابد الابدين. اللهم اذا كان برزت منك كلمه طيبه ارض الرحمن او عمل فيه رحمه للمعوزين ولا فيه علاج للمرضى، فلا كان في سبيل الله برز منك. الله سبحانه وتعالى لا ينسى، أحسن الله ورسوله، الله لا ينسى، فيبرد عليك النار نوعا ما ولا يجعل وقودك فيها ملايين السنين، ثم تخرج آمنا إلى ريحان وروح وريحان وجنة نعيم. يقول ربي قيل ادخلوا ابواب جهنم. زعما قداش مش الدخول، هل هناك كثره منكم سيخرجون؟ العلم عند الله. نعود ان شاء الله رب العالمين.